قال الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه، قال الباب الثالث عشر، باب ذكر إعلام المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته كون المتكلمين فيهم. قال يعني ما هم ما هيتهم وأيضا ما قدرهم. المتكلم هالك، أهل الكلام على شفير هالك، لا ينقذون إلا بتتبع السنة. قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي إجازة بنيسابور، وسق السند إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما تقلب طير بجناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. قال صوابه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال أخبرناه سعيد بن محمد. قال إسناد الحديث صحيح ولكن إسناد ضعيف. وسق السند إلى ابن عيينة رحمه الله. قال حياة. قال ليس على أبي الدرداء، هو على أبي ذر. قال وانبناه الحسين بن اسحاق الصائغ، وساق السند لابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وما طائر يطير بين السماء والارض الا وهو يذكرنا عنه علما. قال وقال المقري: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يخبرنا. قال: والباقي سواء، واحفظ وجه فيه ما اخبرناه حسين بن محمد. وساق السند لابي ذر رضي الله تعالى عنه به. قال أخبرنا محمد بن محمد، وساق السند إلى إسماعيل بن يحيى. قال حياة. قال وأنبأنا أبو يعقوب الحافظ، وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكفر بالله جهارة، وذلك عند كلامهم لربهم. قال وأخبرنا علي بن عبد الله البلخي، وساق السند إلى الجوهري قال بمر، وساق السند إلى ابن زياد، وساق السند ساق عدة أسانيد، ثم ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون خصوماتهم في ربهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وساق السند إلى علي بن المديني قال: ليس هذا. قال ابن العربي قال أبو قلابة: ذكرته لعلي بن المديني فقال: ليس هذا بشيء، إنما أراد حديث ابن الحنفية حتى تكون خصوماتهم في دينهم. وساق السند إلى محمد بن حنفية رضي الله عنه عن أبيه قال: لا تنقرض الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم. وساق السند إلى منذر الثوري قال حياة. وساق السند إلى محمد بن حنفية قال: لا تهلك هذه الأمة حتى تتكلم في ربها. إن لله وإنا إليه راجعون. ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني، وما جاءكم مخالفا لكتاب الله وسنتي فليس مني. أقول إخوتي الكرام، في هذا الباب يبين الله جل في علاء على المتكلم، هذه فيها إشارة كبيرة جدا. ليش زم الكلام؟ إيه الجمال ده؟ إيه الروائع التي نأخذها؟ نعم صحيح، زم الكلام. إيه الجمال ده؟ رضي الله عنك. ما هذه الروعة أستاذ فضيلة الشيخ؟ جزاك الله خير. ساعة الشريعة ممتاز. إيه الجمال ده؟ تفضل يا عيان، تفضل يا عيان، ما شاء الله. لا عقيدة للكتاب والسنة. لا عقيدة للكتاب والسنة. يا سلام يا شيخ أحمد، شوف أنت عندك روائع بيانها، انظم هذا اللؤلؤ والناس تلد عجبا. فين الأخ حسام؟ وين الأخ محمد عثمان؟ وين الأخ إسلام؟ أخ حسام نايم. ما شاء الله. والأخ إسلام؟ والأخ محمد عثمان؟ قال لي فقلت له، فنظرنا بيتا في هذا الباب، فجاء الثالث ماذا قال له؟ مات رحمة الله. أكثر المتكلمين في ربهم هم أهل الكلام. شوف هذه كل الأثار تبين لك أكثر المتكلمين في ربهم هم أهل الكلام، لذلك خاضوا وحكموا العقل على الله جل وعلا، وقالوا بما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، فضلوا وأضلوا. ولذلك طائفة من الأشاعرة أخذوا الطريق نفسه، فضلوا وأضلوا وحكموا العقل على الله. لذلك أبو ذر يقول: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقلب طير بجناحي في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا حديث الإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح، وهذا أيضا يواكب ويوازن ما قاله الشافعي: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلوها علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال أبو ذر: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بالسماء يقال جناح في السماء إلا هو يذكرنا عنه علما. والحديث كما قلنا صحيح، والإسناد هنا صحيح.
وفيها سعة الشريعة، وفيها أنه ما من شاردة ولا وريدة ولا شاردة ولا فردة إلا جاء الوحي بها. وهذه تدل على فضل صاحب الهريسة. لا أنت تقول ما الخضراء ولا يبساء صحيح لا أنت تراجعت. لا ما صحيح هذا ما صحيح. أنت كذاب يعني أنت عندنا كذاب. لا ما كذاب. الله تعالى نجمع منهم إزاي. طيب أحمد إسماعيل أنت أما عصرت الرجل ها هذه الابتسامة ابتسامة لم عصر لم تعصره هو مش لمهم أنا أقصد رأيته يأكل يا رجل ولا مرة كل ما قال عمر لم يحدث وسافرت معه واتجهت معه ولا أكلت معه لا شيء معه متفضل يعني. طيب طب ممتاز من الذي أسر أنت من الذي أكل مع هذا الرجل؟ لا لكن مع هذا الرجل رفع ايده عشان هو باين عليه حاجه. ما هو ده هي دي القضيه هي دي ده الذي يغرر بيها الناس يا علي. شيخنا هو انا اشتركت في الجريمه بس انا لما لقيتهم ده احسن من الجريمه. ما رايك به في الطعام؟ ها لا اسد يا شيخ يعني يهرس كل ما يرى يفترس مما يفترس يفترس اشوف الراجل جابها بالطريقه الصحيحه. لا انا قلت الاسد رايت يا سري ده قلت الاسد بتاع الاكل ودلوقتي انت الحمد لله خلاص ذهبت في الدنيا. يعني انت بترفع كده عشان ذهبت في الدنيا. مين عبد الله شفنا العيش بيعمل حصيره ومحمود بيعمل ايه؟ لا محمود بعد نزيد بعد ها الحق يقال نزيد محمود يكفي الكليل الله يكفي الكليل والله صدق لا والله شفنا يا شيخ انا اول مره اجي هنا مصر عبد الله كان عنده اكل غريب جدا بيضرب بديل الاكل والله صح. كان الشيخ ابراهيم في الاخ محمود لا تقبل لانه في مصالح مصالح والله ما شفتش البلاس لا لم ارى منه غير ذلك. يلا جمال جمال من قال ذلك فلا بالدليل عامه خلق قال المقري قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنا والباقي او يخبرنا والباقي سواء احفظ منه على نفس الوجه انه ما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا اخبر منه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرنا أمرا عظيما لا تقوم الساعة حتى يكفر بالله جهارا وهذا عند كلامهم لربهم وهذا حديث موضوع لا تقوم الساعة حتى تكون خصوماتهم في ربهم. هذه الذي تكلمنا فيها أنه في آخر الزمان يكثر الكلام على رب العزة جل في علا. كانوا يأتون يقولون يا رسول الله يختلج في أنفسنا ما إن تحدثنا به يخر أحدنا من السماء خير الله. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى اللصاص. لكن صار سمة الزمان الكلام في الله جل في علاه. يتكلمون في الله ويتكلمون بكل جرأة عن غير علم. يتكلمون بكل جرأة عن غير علم. ورد حتى تكون خصوماتهم في دينهم. ورد أيضا الرواية في ابن بطه عن محمد الحنفية قال تبقى الدنيا حتى تكون الخصومات في ربهم. هذه فيها دلالة واضحة جدا في الجرأة على من في الجرأة على الله جل في علاه. وهذا لا يكون إلا من المعتزلة والجهمية. تجرع الله جرأة عظيمة. بل شبهه من اثبت الصفات لا فرعون انه ايه فرعوني انه فرعون ان هذه فرعون هو الذي اثبت العلو لله جل في علاه فقال بيثبت لا ان هو في العلو فهو البحر. شوف 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 قلب الشيطان لهم الامر كيف كل من حكم العقل في الله جل في علاه ضل وفتن الله في دين. نعوذ بالله من عدم التسليم. انجى ما يكون نجاة للناس التسليم التام للغيب التسليم التام للقدر التسليم التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ده قال لا تهلك هذه الأمة حتى تتكلم في ربها. يعني هلكتها منوطة بما 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 فيه الكلام عن الله جل وعلا مرفوعا لا يصح وجاء مقطوعا وموقوفا فيه كلام اما مقطوع فهو صحيح الى من وقف عنده. وفي رواية والإسناد فيه ضعيف جدا سيأتيكم أحاديث مختلفة ما جاءكم موافق لكتاب الله وسنتي فهو مني وما جاءكم مخالف لكتاب الله وسنتي فليس مني. احنا كنا شرحنا نقد متون السنة وبينا أنه الذي يدلك على ضعف الحديث شيء واحد ايش هو؟ صحيح علي هالة انت عليك هالة فاهم أن يكون معارضا للكتاب من كل وجه أو معارضا للسنة من كل وجه من كل وجه هي دلالة على وضعه أو على الدلالة على ضعفه لأن لا يمكن أن يكون هناك مخالفة من كل وجه لا يمكن. لما؟ لأن الكل واحد وخرجت من مشكات واحدة الفاضل المصنبطة أشر علامات كشان إلا أتى به
أكثر الناس كلاما في ربهم المتكلمون. عدم التسليم لوحي الرحمن يعاقبون باتباع وحي الشيطان. اللهم سلم سلم يا رب. جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.